بسم الله، تمارين حول درس التعميل والنشر لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 7، احسب 7 على 9 إكس زائد 7 على 9 إيغريك إذا علمت أن إكس زائد إيغريك يساوي ناقص 27 على 5. يلا أنقل هذه المعلومة في دفترك ثم أنجز التمرين، سنلتقي بعد قليل. صافي، انتهيت من الإنجاز، يمكن نبدأ عملية التصحيح. يلا على بركة الله نشوف التصحيح. لنحسب 7 على 9 إكس زائد 7 على 9 إيغريك، عندنا إكس زائد إيغريك يساوي ناقص 27 على 5، ونعلم أن يلا 7 على 9 إكس زائد 7 على 9 إيغريك، يمكننا نقوم هنا بواحد عملية معروفة عندنا، هي ماذا؟ نعم، هي عملية التعميل. سنعمل بماذا؟ نعم، سنعمل ب 7 على 9 اللي هو العامل المشترك، ها هو عندما تعطينا 7 على 9 عامل إكس زائد إيغريك، ثم نعوض. نعوض ماذا بماذا؟ نعوض إكس زائد إيغريك بقيمتها اللي هي ناقص 27 على 5، فتصل الكتابة على هذا النحو. متفقين؟ نعم، الجدعاء يساوي البسط في البسط على المقام في المقام. ناقص 27 نقدروا نفكوا على شكل جدع باش نختزلوا أفضل من إنجاز العمليات بشكل مباشر. ناقص 27 نقدروا نكتبوها هي ناقص 3 في ماذا؟ نعم، ناقص 3 في 9 هكذا. ثم هناك الآن إمكانية الاختزال بماذا؟ نعم، ب 9، سنشطب على 9 اللي عندنا في البسط واللي عندنا في المقام على دنا. النتيجة النهائية هي ناقص 21 على 5. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.